بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مرحبا بكم أيها الأحباب في هذه الحلقة الجديدة من برنامج في أروقة رمضان. موعدنا اليوم مع شخصية كانت مشهورة في زمنها ولكن نادرا ما يعرفها أحد في زماننا هذا. مع أنه كان له دور خطير مفصلي فعلا في تاريخ العراق وتاريخ الخلافة العباسية بل وتاريخ العالم الإسلامي. صاحبنا اليوم يلقب بالتنين لأنه كان أسودا عظيم الجسم وهو الذي يعود إليه الفضل في بقاء الخلافة العباسية في العراق وفي بقاء بغداد عاصمة للخلافة العباسية وللأمة الإسلامية طبعا ولولا ثورته فالمتوقع أن الخلافة كانت تذهب إلى مدينة مرو في خراسان في قلب النفوذ الفارسي معدنا اليوم مع إبراهيم بن المهدي هو ابراهيم بن الخليفه المهدي العباسي صاحب الثوره الكبيره على المامون والذي ظل ينادى بالخلافه في العراق لعامين قبل ان ينتصر عليه المامون لكن انتصار المامون كان انتصارا لشخصه ولفرع العائله من نسل هارون الرشيد لكن ابراهيم بن المهدي رغم هزيمته استطاع ان يحقق انتصارا للعراق وللعائله العباسيه بابقاء الخلافه في العراق تعالوا نحكي هذه القصه القصة تبدأ مبكرا حين بلغت بغداد لما بلغت بغداد ذروة عظمتها في عهد هارون الرشيد وهذا العهد حين تقرأ الكتب تجد المؤرخين يتفننون في وصف بغداد يعني الخطيب البغدادي مؤرخ بغداد الإمام المحدث الفقيه صاحب كتاب تاريخ بغداد كان يقول عن بغداد واكثر ما كانت عماره واهلا في ايام الرشيد اذ الدنيا قاره المضاجع يعني مستقره المضجع قار يعني المضجع مستقر اذ الدنيا قاره المضاجع داره المراضع يعني الموارد ايضا كثيره خصيبه المراتع مورودة المشارع طبعا عبارة مليئة بالسجع ولكنها في غاية يعني رائقة عبارة رائقة جدا تعبر عما كانت فيه بغداد من أمن واستقرار وخصب وغنى وحتى المؤرخين المعاصرين يعني حتى المستشرقين يعني مثلا فيليب حتي هو مستشرق أمريكي من أصل لبناني يقول في كتابه العرب تاريخ موجز يقول في ايام هارون الرشيد اصبحت بغداد مركزا للغنى الباذخ والاهميه العالميه ولم يكن مضى على تاسيسها نصف قرن فوقفت وحدها تضاهي بيزنطه بيزنطه ربما كان يعني عمرها في ذلك الوقت 13 قرن وكان مجدها متناسبا مع الامبراطوريه الاسلاميه يعني التي كانت هي عاصمتها حتى قيل لم يكن لبغداد في الدنيا نظير ولكن دوام الحال من المحال وكما قال ابو البقاء الرندي في قصيدته الشهيره التي يرثي فيها الاندلس لكل شيء اذا ما تم نقصان فلا يغر بطيب العيش انسان هي الامور كما شاهدتها دول من سره زمن ساءته ازمان. طيب المشاكل بدات امتى بدات طبعا احد المشاكل العميقه يعني التي واجهها هارون الرشيد ان هو لما تولى الخلافه لم يكن له ولي عهد وعادت بني العباس ان هو ان يكون لهم ولي عهد وكانت ولايه العهد يمكن ان تكون للاخ او لابن العم او لغيره من كبار العائله العباسيه فلذلك تطلع العديد من الامراء الى هذا المنصب منصب ولايه العهد في الليله التي تولى فيها هارون الخلافه ولد ابنه محمد اللي هو ملقب بالامين وقبل ايام من هذه الليله كان قد ولد له ابنه عبد الله الملقب بالمامون وظل الرشيد خمس سنوات في الخلافه دون ان يسمي وليا للعهد وهذا الامر بدا يثير بعض الحزازات والمشكلات وبدا كذلك يصنع تكتلات بين الامراء كذلك انه قرب السن بين الولدين الفارق بينهما ايام طبعا هذه هذا من زوجه وهذا من جاريه سناتي بعد قليل قرب السن بين الولدين اشعل المنافسه الداخليه في بيت الرشيد بين من يكون فيهما ولي العهد الامين ام المامون فاولا سارع الرشيد الى اخذ البيعه لولايه العهد لابنه محمد الملقب بالامين اللي هو اصغر بايام أولاً لكي ينهي الطموحات والتطلعات والتكتلات اللي هي يعني يتشوف لها الأمراء العباسيين طبعاً في منصب ولاية العهد. وكان أخذه للبيعة للأمين اللي هو الأصغر بأيام فيه مراعاة مراعاة للعائلة العباسية لأنه الأمين هو ابن الزوجة العربية العباسية الحرة وهي زبيدة. هي زبيدة بنت جعفر ابن المنصور يعني هي حفيدة الخليفة الثاني في الدولة العباسية اللي هو أبو جعفر المنصور. وكانت ابنة عمة ابنة عم هارون الرشيد. لكن عبد الله المأمون اللي هو أكبر بأيام كان ولدا من جارية فارسية، فهو علشان يراعي العائلة العباسية فولى من كان عباسي الأب والأم وكان ولدا لابنتهم الحرة. طيب أخذ الرشيد البيعة للأمين وأخذها من بعده للمأمون وأكد هذا في أكثر من مناسبة وتاريخ لكن الأيام كشفت فيما بعد أن المأمون هو الأصلح للخلافة في عقله وطباعه لكن الرشيد بعد ما أكد على ولاية العهد للأمين ثم للمأمون أكثر من مرة خشية أن نقض عهد البيعة أن يثير عليه البيت العباسي وخشي أن يعني يهون أو يستخف الناس بعقد البيعة فينقضوه عليه أصلا فيعيد مرة أخرى الحزازات والتكتلات ولذلك كان له شعر مشهور يعني كأنه يندم فيه على هذا يقول فيه لقد بان وجه الرأي لي غير أنني غلبت على الرأي الذي كان أحزمه اللي هو تولية المأمون وكيف يرد الدر في الضرع بعدما يعني ازاي ممكن اللبن يرجع الى الضرع وكيف يرد الدر في الضرع بعدما توزع حتى صار نهبا مقسما خلاص كل واحد عرف اللي هياخده اخاف اخاف التواء الامر بعد استوائه وان ينقض الامر الذي كان ابرما توفي الرشيد على هذه الحال ولما توفي كان ما يزال صغير وكان في يعني كان عمره 48 سنه فقط وكان ابناه في الثالثة والعشرين من العمر فأيضا ما زال في شرخ الشباب يعني في أوله وكان حول الأمين بطبيعة الحال كتلة عربية في قلبها العباسيون وحول المأمون كتلة فارسية طبعا لأنه كما ذكرنا أن أمه جارية فارسية وأقام الأمين في بغداد بينما كان المأمون حريصا يعني أن يخرج من سلطة أخيه الأمين لأنه لم يأمنه على نفسه فذهب مع الجيش الذي تحرك به الرشيد ومات فيه في طوس فاقام المامون في مرو اللي هي عاصمه خراسان وهناك شوكته وانصاره ورجاله ويكون بعيدا عن اي غدر محتمل او متوقع من الامين كانت سياسه المامون في خراسان وما حولها من البلاد احسن من سياسه الامين في بغداد وكان الرجال في حاشيه المامون اقوى واكثر كفاءه واشد اخلاصا له من حاشيه الامين الموجوده في بغداد. وبالفعل سرعان ما يعني عمد الامين الى خلع اخيه المامون من ولايه العهد ليجعل بدلا منه موسى ابنه يعني موسى بن الامين ولي العهد وما كان ما يزال طفلا صغيرا يعني بضع سنوات. وطبعا هو الامر يعني رد المامون على ذلك باعلان استقلاله واستقلال ما يتبع له من البلاد. وابتدات الحرب بين الاخوين وهي الحرب التي يعني انتهت فصولها المريره بعد كثير من الاحداث الحافله بانتصار المامون وقتل الامين هنا سيظهر صاحبنا في هذه الحلقه اللي هو ابراهيم بن المهدي العباسي اللي هو عم الامين والمامون هذا الرجل هو ابراهيم بن المهدي فهو اخو الرشيد لان الرشيد بن المهدي ايضا فانشد شعرا في رثاء الامين وهذا طبعا ما حمل المامون على ان يبعث اليه يعني معنفا ومعاتبا ويلومه وابراهيم بن المهدي كان كما يقول الخطيب البغدادي لم يرى في اولاد الخلفاء قبله افصح منه لسانا ولا اجود شعرا هو كان موهوب في الخطابه وموهوب في الشعر وكان حتى موهوب في صنعه الغناء لانه حتى كان ينافس اسحاق الموصلي المغني المشهور في ذروه الدوله العباسيه ابراهيم بن المهدي كان في عهد اخيه الرشيد كان واليا على دمشق، وكانت دمشق في عهده من اسلم الولايات واكثرها امانا، فكانت وادعه في عهده حتى قيل في وقته لم يقطع على احد طريق، وله حكايات منتشره تقرؤونها في تاريخ بغداد وفي وفيات الاعيان وفي غيرها من يعني حسن سياسته وتلطفه مع الناس التي كانت مثيره للمشاكل، المهم فهو صح انا قصدت القول انه صاحب تجربه سياسيه وصاحب ولايه يعني. الان نعود الى بغداد، صحيح انه حسمت الحرب لصالح المامون لكن بقيت مشكله اخرى انه المامون صار يرى الاقامه في مرو في خراسان لانه شوكته هناك وعصبته الفارسيه وكان هناك وزيره الاثير الفضل بن سهل. وقد بلغ عنده مرتبة عظمى حتى شاع في الناس انه هو يعني ان الفضل بن سهل هو المسيطر على المأمون وهو صاحب الدولة. كذلك اتخذ المأمون قرار اخر يزيد من الازمة، هو طبعا ربما اراد ان يغازل الهوى الفارسي او الهوى العلوي فأعلن ان وليه للعهد هو علي الرضا ابن موسى. موسى هذا هو موسى الكاظم اللي هو ابن جعفر الصادق، فعلي هذا هو حفيد جعفر الصادق. فهو اراد ان يعني ولا علي الرضا هذا ولايه عهده، هو صحيح قرار اقرب الى الشكليه لانه المامون كان لا يزال في في الثلاثين من عمره في ذلك الوقت. لكن علي هذا كان اقترب من الستين لكنه كان قرار خطير جدا لانه بينقل الخلافه من العباسيين الى العلويين ويخلع العباسيين، كذلك ان بقاؤه في مرو كان يعني ان عاصمه الخلافه ستنتقل عن بغداد وعن العراق الى خراسان. كيف تطورت الامور بعد هذا القرار الخطير؟ نراه ان شاء الله بعد هذا الفاصل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إذا رأينا الحرب حسمت للمأمون فعلا لكن القرارين الخطيرين للمأمون اللي هو إقامته في مرو وكذلك توليته العهد لعلي بن موسى علي الرضا بن موسى. يعني هذا كانت له تداعيات لأنه طبعا هذا يعتبر خلع للعباسيين من منصب الخلافة وإسناد الخلافة للعلويين والعلويين كانوا إلى ذلك الوقت هم خصوم العباسيين. وبالتالي فمن بعد ما الخلافة العباسية كان فيها جناح عربي وجناح فارسي فإذا تم قرار المأمون هذا فإنها ستصير خالصة للفارسيين. فمن هنا انقسم الناس في بغداد حول هذا القرار، وطبعا من كانوا يرفضونه رأوا فيه رأوا أنه قرار الوزير الفضل بن سهل. وطبعا الفرس أكثر ميلا للعلويين لأنه التراث الفارسي يعني يقدس الملوك الأكاسرة. وبيت الملك الفارسي كان يتوارث الحكم وكثير من الفرس بعد الإسلام كانوا يرون أنه طبيعة الأمور أنه يكون سيدنا علي بن أبي طالب هو الوريث المباشر للنبي صلى الله عليه وسلم يعني هم يفهمون الملك باعتباره وراثة فتأثرهم بهذا التراث في توريث الحكم أداهم إلى أن هم يفكروا في أن الطبيعي أن يكون سيدنا علي لأنه من دم النبي ومن عائلته ويعني كانت الكوفة تحديدا يعني معقل العلويين وكانوا كانوا اهل الفرس بطبيعه الحال من يعني ممن يغالون في أهل البيت. طيب بالتاكيد جمهور العباسيين كانوا مع الرافضين لقرار المامون والاسره العباسيه في ذلك الوقت كانت حوالي وثلاثين ألف كما يقدر ابن حزم ويعني تخيل 33 ألف لا يقبلون أن تخرج الخلافة عن بيتهم إلى غيرها تزعم هذه الحركة الرافضة لقرار المأمون صاحبنا إبراهيم بن المهدي وأخوه منصور بن المهدي وانتهى الحال إلى أن خلع العباسيون المأمون وبايعوا إبراهيم بن المهدي الخلافة ولقبوه بالمبارك وكذلك بايعوا لابن أخيه إسحاق بن موسى ابن المهدي بولاية العهد وهذا الكلام كان في سنة 201 للهجرة في آخرها، يعني قبل نهايتها بأيام. وفي بداية العام التالي كان الاضطراب في بغداد، يعني أنا بتكلم في بداية 202 للهجرة، الاضطراب الحاصل في بغداد وصل إلى صلاة الجمعة. أراد البعض أن يدعو للمأمون وحتى لو دعا من بعده لإبراهيم بن المهدي فالذين خلعوا المأمون عارضوا هذا وأرادوا ألا يدعى إلا لإبراهيم فكرة الدعوة للخليفة في ذلك الوقت هو كان من يعني زي مثلا في عصرنا هذا حجر الأساس يعني أنت ما ينفعش يبقى حجر أساس لافتتاح مشروع دون أن تكتب اسم رئيس الجمهورية الحالي لو كتبت اسم واحد تاني فأنت يعني ده نوع من خلع الطاعة أو خلع الولاء يعني فالمهم صلاة الجمعة لم تنعقد في الجامع في بغداد وصلاها الناس فرادى لما تولى إبراهيم بن المهدي الخلافة في بغداد طرد والي بغداد الذي وضعه المأمون والوالي ده كان هو الحسن بن سهل أخو الوزير الأثير للمأمون الفضل بن سهل وكانت أهم المشكلات التي تقف أمام إبراهيم في خلافته ثلاث أمور الأمر الأول قلة الأموال وقلة الأموال هذه يترتب عليها شغب يحدثه الجنود لأن الجنود أصحاب قوة وشوكة إذا تأخرت رواتبهم هيبدأوا في نهب الناس والمشكلة الثانية هي مشكلة أنصار المأمون الموجودين في بغداد والمشكلة الثالثة أن بعض المتمردين أغراهم ضعف السلطة واضطراب الحال بأنهم يثيروا التمردات على الرغم من أن إبراهيم بويع بالفعل ويعني له بيعة العباسيين وحصلت له البيعة العلنية فالمعارك بينه وبين أنصار المأمون في أنحاء العراق لم تنتهي وإنما ظلت يعني مشتعلة بين الفريقين بالذات في الكوفة واستمرت تسعة أشهر حتى, سنة حتى شهر رجب سنة 202 للهجرة قلنا أن أهل الكوفة بطبيعتهم كانوا أصحاب هوى علوي وانحازوا طبعا الى جانب المامون وكانوا في غايه السعاده بتوليه علي الرضا لولايه العهد لكن فيما بعد استقامت له بغداد صحيح حصل تمرد من الجنود ويعني حاول ان يصبرهم ويعني أعطى لكل واحد منهم راتب مؤقت وتعهد لهم بتعويض حين يأتي الخراج لكن في النهاية نستطيع أن نقول أنهم أحدثوا سلبا ونهبا لكن استقرت له الأمور واستطاع برضو إبراهيم المنهدي أن هو يقضي على بعض الثورات في الكوفة وبعض المناطق الاخرى وبسط سلطه وبسط ابراهيم المهدي ابراهيم ابن المهدي سلطته على بغداد واستطاع ان يجد في اقطار بعيده بعض من ينحاز اليه من الامراء والقاده والاقوياء اللي هم طامحين ان هم يبقوا امراء في مناصبهم. اخبار اضطراب العراق وما حصل فيه وصلت الى المامون اخبره بها ولي عهده علي الرضا هو طبعا شايف انه ولايته للعهد كان رجلا عالما عابدا زاهدا فولايته للعهد يعني جاءت باختلاف الناس فابلغ المامون انه العراقيين لا يرضون بولايته للعهد بل هم شايفين ان المامون اصلا مسحور او حتى مسجون قد استحوذ عليه الفضل بن سهل وانه ليس له قرار وان الناس لا يوافقوا على بيعته لعلي بن موسى بولايه العهد والتمرد وصل الى حرب صريحه بين ابراهيم بن المهدي وبين واليه على العراق الحسن ابن سهل ونصحه بان يسير بنفسه الى بغداد والا خرجت الخلافه من يد المامون. طبعا المامون بالفعل كان تحت تاثير الفضل بن سهل ولم يكن يعرف هذه الاخبار ونستطيع ان نقول انه هذه الانباء نزلت كالصاعقه على راسه لانه كان واثق في الفضل بن سهل فاستدعى جماعه من الامراء ومن اهل يعني من اهل بيته ومن مشاوريه بعيدا عن الفضل بن سهل وسالهم عن هذه الاخبار فاقروا بما قيل ويعني كمان اضافوا له توضيحهم بعض اخطاء وجرائم اخرى ارتكبها الفضل بن سهل لكي يستحوذ على المامون يعني الفضل الفضل بن سهل كانت له مؤامرات للتخلص من بعض القاده الاقوياء جدا الذين كانوا مخلصين للمامون لكي ينفرد هو بالمامون هنا عزم المامون على الرحيل الى بغداد واخرج جيشا لمقاتله ابراهيم بن المهدي ولما كان راحلا يعني باتجاه العراق من مكانه باتجاه العراق كان جيشه الموجود في المدائن يواجه إبراهيم بن المهدي وفي الطريق إلى العراق مر المأمون على طوس قبر أبيه الرشيد ومكث هناك أياما وفي آخر هذا الشهر مات علي بن موسى الرضا فجأة ف طبعا اكثر التحليلات تقول انه هو دس له من يسمه لانه علي بن موسى الرضا هو ال... هو الازمه يعني في ولايه العهد ولكن هذا امر لا لا يمكن اثباته خصوصا وان الرجل كان يقترب من الستين بالفعل. ف لكن اكرم يعني جنازته ودفنه دفنه الى جانب ابيه الرشيد واظهر عليه اسفا كبيرا وكتب الى الحسن بن سهل وكتب الى اهل العراق أنه قادم عليهم وأن علي بن موسى الرضا قد توفي. طيب وصول جيش المأمون إلى العراق وبعدين خروج المأمون بنفسه على رأس جيش آخر أنعش حالة أنصار المأمون في بغداد فاندلعت بالتالي الاضطرابات من جديد وبين أنصار ابراهيم بن المهدي وبين أنصار المأمون وجرت بينهم معارك واشتباكات لكن كانت الغلبه بطبيعه الحال لمن ايدوا المامون. هنا بدات بغداد بعد ان سلمت لابراهيم بن المهدي تعود اليها حاله الفوضى وحاله الانفلات الامني وانتشار اللصوص وانتشار قطاع الطرق وفيما بعد طبعا استطاع ابراهيم بن المهدي ان يهزم جيشا جيش الحسن بن سهل ثم وصل جيش اخر للمأمون بقيادة حميد الطوسي فحاصر بغداد واستطاع ان يستميل الجنود في بغداد لما يعني وعدهم بالاموال وبأن يجتذبهم الى جيش المأمون فيعني في انحاز اليه كثير من, من الجنود وبالتالي لم يجد ابراهيم ابن المهدي الا ان يفر من بغداد وبالفعل استطاع المأمون ان يدخل الى بغداد وان يسيطر عليها واستطاع إبراهيم ابن المهدي أن يبقى مختفيا في بغداد تسع سنوات طبعا تسع سنوات اختفاء أي إنسان لمدة تسع سنوات بالذات في مدينة مثل بغداد يعني هذا يدل على أمرين يدل الأول على مهارة إبراهيم ابن المهدي في الاختفاء ويدل مرة أخرى على أنه كان له أنصار حتى داخل البيت العباسي ف ثم اكتشف ابراهيم ابن المهدي، طبعا هنا تختلف الروايات، بعض الروايات تقول انه ضجر ومل من هذا الاختفاء الذي هو فيه فارسل للمامون بطلب العفو، وبعض الروايات تقول بانه احد افراد الشرطه في بغداد استراب فيه فيعني قبض عليه فاتضح انه هو ابراهيم ابن المهدي فحمله الى المامون وفي يعني وفي قصر المامون استشار المامون خواصه ماذا يفعل فيه هل يقتله ام يعفو عنه فقيل له يا امير المؤمنين ان قتلت فيعني في قد عاقبته أنت طبعا مساله مسائل الحكم بشكل عام ليس فيها العفو عن المنافسين مسائل الحكم يعني الحاكم إما في القصر أو في القبر وفعليا إما قاتل وإما مقتول لكن فقالوا له يعني يا أمير المؤمنين إن عاقبته إن قتلته فبعقوبتك ولك في هذا نظائر يعني ما حدش هيقدر يلوم عليك ولكن إن يعني عفوت عنه فليس لك فيه نظير ويعني مما يروى أنه ابراهيم بن المهدي ايضا استعان بفصاحته في اقناع المامون بالعفو فاختار المامون ان يعفو عنه وقال بان القدره تذهب تذهب الحفيظه القدره تذهب الحفيظه وهنا تنتهي قصه ابراهيم بن المهدي والرجل الذي حكم الخلافه يعني حكم بغداد باسم الخلافه لمده عامين فحسب ولكنه استطاع ان ياتي بالمامون من عاصمته في مرو ومن شوكته الفارسيه وان يبقي بغداد عاصمه للخلافه العباسيه وان يبقيها في البيت العباسي وبذلك كان له التاثير الفاصل في تاريخ الخلافه العباسيه وفي تاريخ العالم الاسلامي حتى رغم انه هزم ولم يستطع ان ينتصر نسال الله تبارك وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته